تكلمنا الأسبوع الماضي عن مواصفات كثيرة للأنتنة، منها الباندويث، السايد لوب، المين لوب، كثير كثير من المعلومات. قلت لكم هاي المعلومات إذا ضبطناها إن شاء الله إحنا مسيطرين 50% على الأنتنة. اليوم نكمل معلومات كلش مهمة أيضا، تكملة لمواصفات الأنتنة. عنوان الموضوع، عنوان المحاضرة اسمها Radiation Intensity، طبعا هو أكثر من عنوان راح ناخذ، بس هذا هو العنوان الرئيسي، شدة الإشعاع. الـ Radiation Intensity كما واضح لكم باللون الأزرق يقول is the power radiated، القدرة المبثة، in a given direction، باتجاه معين، per unit solid angle، per unit solid angle، لكل زاوية مجسمة. لكل زاوية مجسمة. شنو الوحدة مالته؟ الوحدة مالته هو وات بير سكوير راديان أو ستراديان. هاي جديدة عليكم. وات لكل راديان تربيع أو نسميها ستراديان. إذا راح أعيد كلامي. الراديشن انتنسيتي is the power radiated in a given direction per unit solid angle. القدرة بث باتجاه معين لكل وحدة زاوية مجسمة. وحدة قياسها الوات لكل راديان تربيع أو نسميها بالست راديان. يقول ملاحظة It is independent of distance r. It is independent of distance r. لا تعتمد على المسافة، يعني يا هو لا يعتمد على المسافة. Radiation intensity. Radiation intensity شدة المجال أو شدة الإشعاع. مهم هذا شدة الإشعاع، كلش مهم. أدنى أي من نوصل للفار فيلد ما راح يعتمد على الآر، بس بالرياضيات راح تصير ما راح يعتمد على الآر، يعتمد على قيمة ثيتا وفاي فقط. زين، شنو الجديد بالموضوع؟ اكو شيء اسمه solid angle، الزاويه المجسمه. احنا ماخذين يعني من الابتدائيه لحد هاللحظه الزاويه هي عباره عن two dimension. شوفوا هذا الشكل figure A. الزاويه عندي تقاطع خطين راح تتكون عندي زاويه، هاي two dimension. بس الزاويه المجسمه خليكم اياها باللون الاحمر is defined as solid angle. Once it radian راح نعرفه is defined as solid angle with its vertex at the center of the sphere of radius r. يعني يعرف بانه الزاويه المجسمه الراس مالتها بسنتر الكره، وهاي الكره نصف قطرها r، is subtended by spherical surface area equal to that of square with each side of length r. المساحة مال هاي الجزء من الدائرة قيمته ما يكافئ مساحة مربع طول الضلع مالته r، كما واضح الشكل. يعني بين قوسين الزاوية المجسمة هي مخروط. بين قوسين على سبيل المثال لو نجيب تجربة التوتش، التوتش الضوء غرفة مظلمة وشغل توتش ضوء معين، لون معين، شو نلاحظ هذا الضوء؟ شلون شكله راح يكون؟ ونسلطه بشكل عمودي على الحائط، شو تتصورون شكله راح يكون؟ مخروط، مخروط مو؟ إذا هذا المخروط هو نسميه الزاوية المجسمة، أوكي؟ هذا المخروط نسميه الزاوية المجسمة. إذا أنا بالأنتنة ما عندي زاوية 2 دايمنشن، عندي 3 دايمنشن الزاوية مالتي، أوكي؟ هنا هذا المفهوم واضح عندكم؟ يعني إحنا أخذنا Radiation Intensity، Radiation Intensity هو مقدار القدرة المبثة باتجاه معين لكل وحدة زاوية مجسمة.
سألتوني شنو الزاوية المجسمة؟ قلت لكم الزاوية اللي يكون رأسها في سنتر الدائرة، وهي الدائرة نصف قطرها R، ومساحتها هاي الزاوية تقدر أو تكافئ مساحة مربع طول ضلعة R، يعني R تربيع مساحتها، كأنما صار عندي كون مخروط. اي هسه نحسبها، هسه نحسبها، هسه احنا بس جايين نفتهم فيزيائيا شنو هي الزاوية المجسمة. هسه الكلام لحد هاللحظة بس اريد فيزيائيا هي شنو الزاوية المجسمة. يعني انت غمض عين وفتح عين، انت ايش راح تشوف؟ المساحة اللي تشوف بيها شنو هي؟ عبارة عن زاوية مجسمة ترى. جرب باور. راح تشوف هي عبارة عن زاوية مجسمة، يعني عندك زائد ناقص رايت ليفت، وعندك أعلى وأسفل، صارت عندك زاوية مجسمة منطقة الرؤية عندك. نفس الشيء الأنتنة عبارة عن عين تباور بس مو تبصر الضوء، موجات كهرومغناطيسية. شنو الزاوية الرؤية مالتها؟ بالزاوية المجسمة، هذا القسم اللي أريد أوصل له. هسه نيجي شلون نحسب قيمة الـ element of solid angle. تذكرون بالثاني من حسبنا المساحة، هذا الشكل معطيكم إياه، وعندنا عدة مساحات الـ spherical coordinate system، المساحة العمودية على أي r unit vector اللي هي dA r تربيع sin theta d theta d phi. حفظناها هذا بالثاني. هسه إجا وقتنا، جوابك هنا يقول element of solid angle دي اوميجا اللي هي جزء من المساحة المجسمة، يعني الاوميجا هي الزاوية المجسمة، بس element of solid angle اللي هي دي اوميجا هي جزء، شو تساوي؟ دي اي على ار تربيع، ويساوي لي ساين ثيتا دي ثيتا دي فاي. يعني قسمت الاي على ار تربيع، فالار تربيع بار، شو يبقى لي؟ هذا محطة خلي لك اياه داخل مربع ساين ثيتا دي ثيتا دي فاي. اذا هذا اول قانون احفظه، احسب بي شنو هو؟ element of solid angle، element of solid angle. واضح شباب؟ هسه نعم، مساحة، 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 بس يا مساحة مال اليونت فيكتور اي ار، هاي القانون مالتها ار تربيع ساين ثيتا دي ثيتا دي فاي، العمودية على السطح. اوكي، هاي المساحة قسمتها على ار تربيع يطلع لي دي اوميجا، اللي هي شو تمثل لي؟ تمثل لي ساين ثيتا دي ثيتا دي فاي. ليش قسمتها على ار تربيع؟ قلت لك قبل شوية بالرسم المساحة المكافئة لها لمربع طول ضلعه R، فطول الضلع R للمربع يصير R تربيع، فقسمت المساحة بشكل عام على R تربيع. أوكي؟ واضحة شباب؟ أوكي، ناخذ مثال، ناخذ مثال. يقول for sphere of radius R find the solid angle omega in square radian or in radian. We need the solid angle. We need the solid angle pi. طبعا جاي يتكلم of a spherical curve قبعة كروية on the surface على سطح of a sphere لكرة over north wall قطب شمالي north wall region defined by spherical angle ثيتا من 0 إلى 30 درجة والفاي من 0 إلى 360 درجة. معطيني حدود الزوايا مالتي. إن شاء الله سهلة. أنا عندي دي أوميجا ساين ثيتا دي ثيتا دي فاي. كامل الطرفين معادلة. إيش راح يطلع؟ يطلع لي أوميجا. أوميجا هي البيم سوليد أنجل، سوليد أنجل. تكامل الدي أوميجا. زين.
شرب أوميجا ساين، ثيتا دي، ثيتا دي 5. حدود التكامل مال ثيتا من 0 إلى 30 كاتب لك باي على 6، ومن 0 إلى 2 باي اللي هي من 0 إلى 360 درجة. هنا يعني وجهة نظر جماعة الرياضيات يريدون تكون حدود التكامل الراديانز. احنا نكتب مرات الديجري بس من نطبق احتمال نطبق راديان، مرات نطبق الديجريز، فانتقل هاي النقطة. الفاي تكاملها 2 باي، هاي طلعناها مرة. الساين ثيتا تكاملها ناقص كوساين ثيتا، عوضنا حدود التكامل تطلع النتيجة 0.835. أنا جاي أتكلم وياكم بلغة سريعة يعني هاي التكاملات. رجاءً تلزم ورقة وقلم وتكامل خطوة خطوة. لأن أنا هسه هذا مثل هيش السؤال راح أجيب لك إياه بس أغير لك شوية بالزوايا وأسوي لك إياه مالتي تشويز، نفس السؤال بالضبط وأسوي لك إياه مالتي تشويز. بهيج حالة شنو؟ أنا تطلع نتيجة، حتطلع النتيجة الصحيحة مال المالتي تشويز. أوكي؟ اوكي شباب؟ اوكي دكتور. نعم اذا هذا سؤال، اذا هذا سؤال من سال ساي بالريجن او بالديجري؟ بالريجن اشتغلت. هاي مشكلة عوية صاحبكم، مشكلة كبيرة مع الريجن والديجري. يعني ليش حكيت عنها؟ ليش تكلمت عنها؟ اوكي؟ هاي سؤال انا يعني اشوفها فتفوت يجيكم سؤال صغير فرق. هسه نرجع استاذ بس لو ممكن توضيح مثلا هسه هاي 30 درجه لما نريد نسويها ريديان شلون يعني هسه رتبتها بالمعادله؟ هسه هو ناطيني مثلا 30 ناطيها بالديجري. اي قسمها اضربها في باي على 180، 30 ديجري في باي على 180 درجه، درجه طالت 100 درجه راح تطلع باي على 6. اوكي؟ اوكي اوكي نعم واضح. ما تقبل الفراغ. زين نيجي للراديشن انتنسيتي، مهم رجعنا بعد ما كملنا قبل شويه بس حكينا سالفه لما هي القطره المبثه باتجاه معين. نتكلم رياضيات، الرياضيات هو الرمز مالته يو راديشن انتنسيتي. اليو هو مشتقه الباور على البيم سوليد انجل. طرفين في وسطين هاي المعادلة هسه راح احصل على الباور راديتد تساوي لي تكامل الراديشن انتنسيتي دي اوميجا. اذا طلعت علاقة هسه هاي علاقة رقم 2 عفوا هذه نخليها تحت الاطار. هاي العلاقة تربط بين الباور وبين الراديشن انتنسيتي. اوكي؟ محفوظها. النتيجة انوار. النتيجة انوار. اوكي شباب واضح؟ واضح هاي المعادلة؟ اليوم كل شيء جديد عليكم. كل شيء جديد عليكم بس صبرا يعني اسف. There is a direct relation between the radiation intensity U and radiation power density B. اكو علاقة بين الـ pointing vector هذا الـ B والراديشن انتنسيتي. هي هاي العلاقة. المهم اقدر احصل من هاي العلاقة انه نيو راديشن انتنسيتي تساوي لي ار تربيع في البي. اعتقد لا بس ان شاء الله باو علي. اي دكتور ماكو منازل. انتبه لي. اوكي انتبه لي. اليو ار تربيع في بي. تتذكرون البي اكو بالمقام ار تربيع؟ تتذكروها؟ بالمحاضرات الاولى والثانيه؟ فهسه قبل شوي قلتوا لي ليش ما تعتمد على ار؟ لان هاي الار تربيع تطير ويا الار بالمقام ار تربيع. ذاس هسه هنا بالاحمر قلت لك the radiation intensity U depends تعتمد all on the direction theta phi but not the distance r. هذا الحكي رياضيات احنا جاي نتكلم. جاي نتكلم عن رياضيات.
بس هي من الناحية الفيزيائية الراديشن انتنسيتي مهمة عندي، وبالخصوص تطبيقات الموبايل لأن شدة الإشعاع، يعني شلون هاي عملية التشيكينج نفحص أنه أكو إشعاع مؤذي. إحنا قياس مالتي على الراديشن انتنسيتي، ما قيس على البور، على الراديشن انتنسيتي. إذا شفت الراديشن انتنسيتي أعلى من مستوى معين في منطقة معينة، يقول يابا ترى هاي المنطقة موبوءة منوثة إشعاعيا، موجات مغناطيسية منوثة وتأذي البشر، يعني تسحب حد معين يقولون ستوب، مشكلة أكو بروبلم. أوكي، هاي واحدة من الشغلات اللي نعتمد عليها الراديشن انتنسيتي. إذا نعم جواب هاي باور، باور بس ما ادري ليش كاتبين الشكل باور على المزرعة. اي اي باور راديتد هذا، بس هذا البي كابتون هذا بوينتينج فيكتور. خوش زين، هسه نوصل الى علاقه نقول انه الالكتريك فيلد يساوي ايتا في اتش. انت تروح هاي العلاقه الايتا اللي هي الانترستك امبيدانس، ممانع مميزه للوسط، اللي هي الالكتريك فيلد على الماجنتيك فيلد. خوش، هاي خلوها ببالكم حفظوها. هناي الباور شو تساوي؟ راديشن انتنسيتي او البوينتنج فيكتور الباور راح يساوي نصف ايتا اتش سكوير، ويساوي لي نصف اي سكوير على ايتا، نصف اي سكوير على ايتا. انتبهوا هاي ان شاء الله، هاي منين طلعناها؟ من هاي ومن هاي. اذا هالمعادلتين انا احفظ بس الالكتريك فيلد بصراحه، نحن دائما نستخدم على الالكتريك فيلد. اذا البوينتنج فيكتور هو نصف الالكتريك فيلد على ايتا، هاي نحفظها. هسه شيري وشيري يوصل قبل شويه ربط، طلعنا علاقه ربطنا بها الباور بالراديشن انتنسيتي. هو شيري يوصل يريد يربط الراديشن انتنسيتي بالالكتريك فيلد، وهاي ايضا then for the radiation intensity we obtain in the term of electric field. فهيساوي لي R تربيع على 2 ثيتا في E سكوير. اوكي، فإذا هاي المعادلة أيضا نحفظها. واضح شباب؟ واضح دكتور. زين، إذا واضح نروح شوية نتقدم لقدام. example an example يقول radiation intensity and the pattern of isotropic radiator. يريد radiation intensity احسب لي علما من isotropic radiator. شو اقصد بال isotropic radiator؟ شو اقصد بال isotropic radiator؟ isotropic هاي قدامك isotropic radiator. شرحنا المحاضرة السابقة دكتور متساوي راديتر متساوي. ممتاز، شرحنا المحاضرة السابقة قلنا هو عبارة عن مصدر نقطي، نقطة تبث بجميع الاتجاهات، يعني تبث على شكل كرة. فالباور يساوي باي على 4 باي ار تربيع، هاي باور راديتر. الراديشن انتنسيتي انا اريد احسبها هي ار تربيع في بي، قلت لك هاي قبل شوي، هاي اعوض بدل البي هاي ايش راح يصير؟ باور راديتد على 4 باي. الباور راديتد على 4 باي هذا كونستانت، يعني واحد. يعني اذا قلت لك سؤال ملتي تشويز ايش قد الراديشن انتنسيتي بالايزوتروبيك، اذا تكتب لي كونستانت اقول لك صح، اذا تكتب لي واحد اقول لك صح. بس هي الباور راديتد على 4 باي،
اللي هي هاي نسميها يو افريج، راح ناخذها ستاندرد. زين دكتور، يعني شنو تقصد انه واحد انه يطلع صح؟ يعني هذا الباور هو 4 طاير، يعني هو الكونستانت جيد 1000 مليون مليار، اي رقم كان خلينا نقول اي رقم قسمه على الماكسيموم جيد طلع نورمالايز واحد. فالنورمالايز باترن اوف ايزوتروبيك راديتر از سمبل اسفير كره اوف يونت راديوس، يعتبروها كره نصف قطرها واحد. هاي راح تعتبر رفرنس لباقي الحواريات، لان هي جاي تبث هسه. الدليل ليش انا المحاضره السابقه قلت لك هي جاي تبث بصوره متساويه بجميع الاتجاهات، يعني جاي تبث كره. شلون اثبتنا هذا الدليل مالتي؟ كل زوايا ثيتا وكل زوايا فاي قيمتها واحد، يعني شنو معناها؟ كره نصف قطرها واحد. اوكي؟ لحد هذا الكلام هو هذا كلام افتراضي، كلام ما موجود بشكل عملي، بس احنا الحسابات النظريه ناخذها لان حتى نقارن ويا باقي الهوائيات الحقيقيه. اوكي، نجي للسؤال الثاني. السؤال الثاني radiation intensity on the pattern of infinitesimal dipole. هنا نريد الانفينيتسيمال دايبول، يعني ايديال دايبول. تذكرون المحاضرة الأولى أو الثانية اشتقينا معادلة في الإلكتريك فيلد مال الأيديال دايبول، يعني ماجنيتيود وإكسبونيشال وساين ثيتا، وقلنا النورماليز فقط هي ساين ثيتا لأن هذا كليته ماجنيتيود وهذا فيز نقدر نحبه. زين الراديشن انتنسيتي شلون نحسبها؟ R تربيع على 2 ثيتا في الإلكتريك فيلد تربيع، هاي هسه قبل شوية قلت لكم الحبوب. أشيل الإلكتريك فيلد هاي كلها المعادلة وعمودها بدال الـ E تربيع بس ماجنتيود يعني بدون إكسبونيشال، راح يطلع لي هذا المقدار. هذا المقدار هذا كلية كونستانت بيتا وبيتا وهاي كلية كونستانت، شنو اللي متغير بيه؟ متغير بيه ساين ثيتا تربيع. إذا الـ radiation intensity of ideal dipole شنو قيمتها؟ ساين ثيتا تربيع. انت تنسى تعتبر اشتقاق وحب اشتقاق. مثلا انا شلون اجيب لك؟ اقول لك the radiation intensity of ideal dipole is equal to sin theta، صح لو غلط؟ غلط، سين تربيع الثيتا. تربيع الثيتا عشتيتك لو تربيع الثيتا فعلا، وانا اريد اغلطك. انا اريد اغلطك شلون؟ اوهمك بين السين ثيتا والسين ثيتا تربيع. انتبهولي الأسئلة، واضح شباب؟ يعني أنا ما راح أجيب لكم شيء خارجي، ماكو شيء خارجي، بس شوية ركز. من تقرأ تعب نفسك بالتركيز، من تقرأ افتهم أنت جاي تقرأ. طبعا صدقوني هذا الكلام هسه لو أبقى أشرح لكم 10 ساعات من الناحية الفيزيائية ما يغني. يعني الأنتنة هو فيزيكس، الأنتنة قريبة على الفيزيكس أكثر من الكهرباء، يعني مادة فيزيائية كلش أبعد عن الكهرباء اللي تعلمناها. لهنا فهمنا شنو radiation intensity شباب، شنو البيم سوليد أنجل، شلون حسبنا radiation intensity of isotropic source، شلون حسبنا radiation intensity of ideal dipole. مفاهيم بسيطة، مفهوم كلش بسيط. هسه نيجي إلى تعريف، أيضا تعريف مهم جدا من الناحية العملية اللي اسمه directivity. تعرفون شنو الترجمة مال directivity؟ ترجمة لغوية. التوجيهية، أوكي، يعني أنا أسميه الربح اللي هو الجين. المحاضرة القادمة باكر اسمه الجين. خوش، الفرق بيناتهم فرق جوهري صحيح، بس التعريف الفيزيائي نفسه ده.
خلينا نشوف شنو التعريف الفيزيائي هنا كاتبينه وبعدين بشرحه. يقول is the ratio هي نسبة of radiation intensity اللي هي U in this direction في هذا الاتجاه and radiation intensity average over all directions. هاي من ناحية رياضية يقول لك الدايركتيفيتي هي U تساوي U بشكل عام على U average. بفتح هنا يعني هذا تعريف اسميه mathematical definition، تعريف رياضي. الدايركتيفيتي تعريفها الفيزيائي هي قابلية الهواء على تركيز الأشعة أو الإشعاع باتجاه معين نسبة إلى باقي الاتجاهات. شقد هذا الهواء إلى قابلية على توجيه الشعاع بزاوية معينة نسبة إلى باقي الاتجاهات، هذا نقول عليه الدايركتيفيتي مالته عالية. على سبيل المثال من تشتري صحن صغير، هذا الصحن يقدر يستلم أو يلتقط إشارة من قمر بعيد في الأقمار الأرضية. ها شباب؟ لا دكتور، لازم يتوجه على القمر، وإذا بعيد ما يلتقط. يعني شو أسوي حتى أستلم قمر مثل الأقمار السويدية؟ زي جوزيف هولبرغ من تم استلم هالأقمار مال طبق مال. لازم أركز. إيه شو أسوي؟ أركز أجل. ها؟ لازم أركز شدة الإشعاع. إي أدري، أنا أساني ما جاي أصلم، أنا رجال مستخدم، أنا أريد أشتري طبق بحيث استلم اشاره من قمر بعيد. شلون هذا الطبق؟ لازم اجيب الطبق توجه يعني بالزاويه دكتور. لا هسه بغض النظر عن الزاويه، احنا لازم نكبر الطبق دكتور. نكبر الطبق يعني شنو معنى نكبر الطبق؟ انه كل ما كبرنا الطبق كل ما الجين ازداد، دايركتيفيتي ازدادت، هذا القصد. يعني انت اذا جبت طبق صغير هذا الدايركتيفيتي مالته قليله 10 دي بي 20 دي بي، بس إذا جبتها بالمترتين احتمال 30 دي بي. زين انتوا شوفوا هاي التلسكوب الصيني اللي هو عبارة عن وادي، يعني شو تتصور انه وادي؟ ما فكرتوا ليش هذا الوادي كله ده مسوي له بليت ومسوي له تلسكوب يستلم إشارة من الفضاء حتى يزيد الدايركتيفيتي حتى يستلم إشارة كلش ضعيفة. إذا كل ما نكبر الصحن كل ما الدايركتيفيتي تزداد، يعني بين قوسين مسافة الاتصالات تزداد. إذا هاي نقطة كلش مهمة، نقطة عندي كلش جوهرية ومهمة. يعني دكتور نقدر نقول نغطي يعني مساحة أكبر من الفضاء يوصل إلى مسافة أبعد. يعني كل ما نكبر الطبق إحنا دا نغطي مساحة لو المسافة، يعني نكبر المسافة اللي نستلم منها. لا مسافة الاتصالات. أنت القمر الأوروبي أو الأقمار الأوروبية مثل السويدية هاي أقمار خاصة، هاي بعيدة إشارتها ضعيفة. زين الإشارة الضعيفة شلون تستلمها؟ لازم تستلمها بلاقط قوي كلش. يعني شخص باللاقط القوي يعني الدايركتيفيتي مالته عالية. نعم هذا القصد. أوكي أوكي هذا هسه افتهمنا شنو من الناحيه الفيزيائيه ما بدكم يعني تطلعون من هاي النقطه انه ما تفهمون شنو دايركتيفيتي او بي ام. من ناحيه زين عفوا دكتور، اليو اي في يعني هي تعتبر نفسها الاربع باي على الباور، يعني لها فد معادله خاصه بها. هسه نجي من الناحيه الرياضيه. دكتور بس دكتور العفو بس التعريف عيده بدون زحمه بس عاده سريعه. التعريف النقطه هي هاي يعني إيه التعريف، مو احنا ما عندنا البي دي اف بعدنا ما ساحبينه بس حتى اشرح. طبعا هذا التعريف الرياضي كاتب بالمحاضره يقول is the ratio of radiation intensity، هاي شوفها بالمعادله نسبه radiation intensity اوكي in this direction هاي بالباص على اليمن مقسومة على الـ U average.
اليو على اليو افريج راح يعطيني دايركتيفيتي، هاي رياضيات، انا صار لي ساعه قاعد اتكلم فيزياء. اوكي، هسه اليو افريج قبل شويه مو قلنا هي عليها باور راديت على 4 باي من 4 باي شلناها حطيناها الوسط بسط فصار الشكل هذا. الدايركتيفيتي از ا فانكشن اوف ثيتا فاي، يعني هي ماكسيمم وفي زوايا مختلفه. الدايركتيفيتي ماكسيمم يعني ثيتا ماكس يعني فاي ماكس، يعني يساوي لك 4 باي يو ماكس على باي اللي هي باور راديتي. اوكي، هذا القانون بحفظه حفظا موضحا. واضح شنو الدايركتيفيتي شباب؟ واضح دكتور، اتهمناه 100%. ما اريد اعبره اذا ما تفهمون زين. يقول الدايركتيفيتي از دايمنشنلس كوانتيتي، طبعا هي يو على يو يعني بدون وحدات. بعد شنو الملاحظه الاخرى؟ يقول ذا ماكسيمم دايركتيفيتي از اولويز اكبر من واحد، هاي كابسوليوت فاليو. بس سؤال، تعرفون ايش قد الدايركتيفيتي مال الموبايل؟ قليلة كلش، أصغر من واحد. طلعوها من الإنترنت. إي، ما يحتاج، ما يحتاج، هم موفرين باور. هم موفريك أبو البرج ومعطيك باور عادي. فما يحتاج إنه هو معطيك دايركتيفيتي عالية. يعني حتى المعطية مال الموبايل 5 واط. اوكي؟ شوفوه بالانترنت. اذا اجيب لكم اياها سؤال يعني ايش قد قيمة الجيم اوف موبايل انتنا؟ شوفوا لي اياه راح تتفاجئون به كلش صغير. هسه اكزامبلز يقول فايند ذا دايركتيفيتي اوف ايزوتروبيك انتنا، هم رجعنا للايزوتروبيك. يعني هو هذا يعني كدراسة. قبل شوي ايش قلنا؟ اليو اللي هي يو اللي هي كونستانت واللي هي الافرج نفسها باور راديت 4 باي نوت، بنعوضها بالمعادلة العامة هاي راح شو يصير؟ يصير عندي بدل الباور 4 باي نوت راح يصير عند قيمته 1. إذا الماكسيموم دايركتيفيتي اوف ايزوتروبيك بوينت سورس قيمته 1، هذا رقم نحطه. Radiation intensity change get 1، الدايركتيفيتي 1. اوكي، فنجي الى الدايركتيفيتي اوف انفاينسيمون دايبول. شلون نطلعها؟ Radiation intensity هذا قلت لك هذا قانون بحطه. الالكتريك فيلد تربيع، اجيب المعادله مال الالكتريك فيلد واعوضها هنايا، فيصير عندي هذه الصورة. هاي شنو كليتها؟ الكتريك فيلد تربيع. وين راح اعوضها؟ راح اعوضها اليو يساوي ار تربيع على 2 ايتا مضروبة في الكتريك تربيع. فيطلع هاي الصورة. هذا راح يمثل الراديشن انتنسيتي واللي هو راح يساوي لي ساين ثيتا سكوير. هذا وين اشيله؟ بس هذا كليته راديشن انتنسيتي. اشيله وين اعوض؟ اعوضه بالقانون الرئيسي. ناين ناين ساين ثيتا سكوير. راح يطلع عندي الدايركتيفيتي هاي مشاها بشكل يعني كل الفاكتورز سماها ام قديش انتنسيتي يو اوف ثيتا باي، فكان الباور راديتد هو تكامل يو دي اوميجا حسب التكامل طلع هذا المقدار. احنا ايش طلعنا قبل شويه؟ ام ساين ثيتا سكوير. طلعنا الباور راديتد من هاي التكامل راح يصير عندي 3 على 2 ساين ثيتا سكوير. ماكسيموم مش قد 3 على 2 اللي هو 1.5.
هذا هو الدايركتيفيتي اوف ايديال دايبول. اعيده لكم باكر هذا بس اريدكم انتم تطبقون انتم تفكرون. لا عفوا دكتور يعني هسه هاي هذا رمز ايتا مو مثل هذا ايتا بيتا تربيع. ايتا بيتا تربيع وين ديزاينر؟ هذا رمز شنو ايتا؟ يا هذا تي وين؟ هذا سطرين شعريين؟ لا لا بالمعادله قبلها اللي قبل المعادله ام والام. هذا؟ هذا لا لا قبلها بالصفحه اللي قبلها. اها. هاي قبل السطر الاخير. ايتا ايه. هذا اي لا هو هذا كل المقصود بي ام يعني عدد سان ثيتا تربيع اللي عدد سان ثيتا تربيع اي ماكسيموم فاليو. نعم اوكي حتى سهل الامر عليك ايش اخلصها بالمعادله. هذا المثال مهم عندي تعيدونه مباشر ان شاء الله نتناقش عليه. هنا نتوقف. أتمنى أنه هل تو برامتر سيبراديشن انتنسيتي والدايركتيفيتي تهمتوها يعني كلش مهمة أروها زين وبيها شوف يعني تفاصيل بيها أسئلة هاي سؤال هاي سؤال هاي سؤال يعني هاي الأسئلة الصغيرة هي تجمع عندكم تجمع عندكم ماشي. هل انتهت المحاضرة عندي؟ إذا عندكم سؤال